أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على معاناة المسافرين اليمنيين بفعل طيران اليمنية وحصار التحالف. أجبر التحالف طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية على العودة من أجواء جدة في السعودية إلى مطار العاصمة المصرية القاهرة. أهالي المسافرين على متن الطائرة قالوا أن التحالف رفض السماح للطائرة بمواصلة رحلتها إلى عدن وعادها إلى القاهرة، مشيرين إلى أنها طائرة بديلة لأخرى هبطت اضطراريا في مطار القاهرة نتيجة خلل فني. أدان الأهالي التصرفات وممارسة التحالف التي لم تراعي معاناة المسافرين وأسرهم، مطالبين الشرعية باتخاذ موقف من التحالف والعمل على تخفيف معاناة المواطنين. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: لماذا لا تهتم طيران اليمنية بأمن وسلامة المسافر اليمني وتضعه في وجه المأساة؟ وكيف ضاعف حصار التحالف من معاناة اليمنيين؟ عادت أدراجها من حيث أتت، فلم تكمل هذه الطائرة رحلتها إلى عدن بل أجبرت على العودة إلى القاهرة. الرواية الرسمية لخطوط اليمنية أرجعت السبب إلى تأزم صحة إحدى المسافرات، لكن المسافرين على متن الرحلة 609 أكدوا حدوث خلل فني في إحدى محركات الطائرة جعلها تهبط اضطرارياً في مطار القاهرة الدولي، وتشير شهادات الركاب إلى تعرض بعضهم لحالات إغماء. أولاً بناء على شعورنا مع الطائرة وسيرها في حدود النصف ساعة أنها تسير بسير غير طبيعي، ومن ثم تصريح الطيار أن هناك خلل فني وإننا سنعود إلى مطار القاهرة، ومشاهدتنا للمضيفات في داخل الكابينة. اكتفت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق بشأن ما أسمتها ملابسات الهبوط الاضطراري للطائرة، وأصدر وزير النقل صالح الجبواني أمراً بإيقاف طائرة إيرباص 310 عن العمل. وقد أثارت رواية طيران اليمنية وموقف الحكومة الكثير من الاستياء الشعبي، خصوصاً مع تأكيد مصادر صحفية بأن هذه الطائرة أعيدت للعمل قبل شهر رغم كونها خارج الخدمة، وتحمل الطائرة أكثر من 200 راكب كانوا معرضين للموت. بعد ساعات من عودة هذه الطائرة بسبب الخلل الفني، أجبر التحالف طائرة أخرى بديلة لها كانت محلقة في أجواء السعودية في طريقها إلى عدن على العودة لمطار القاهرة، وليست هذه المرة الأولى التي يعرقل فيها التحالف تسيير رحلات اليمنية، فقد سبق وأن وجهت وزارة النقل اتهامات للتحالف برفض إصدار تصريحات الإقلاع، وهو ما يؤكد أن اليمنية والحكومة والتحالف وراء استمرار معاناة المسافرين اليمنيين العالقين في المطارات، وليس الخلل الفني وحده. من الإمارات ينضم إلينا العضو في منتدى خط الطيران أنور الحجاجي. أهلا بك أستاذ أنور. مرحبا أخي الكريم. بداية، برأيك أين تكمن مشكلة الخطوط الجوية اليمنية؟ في البداية أخي الكريم أحييك وأحيي المشاهدين الكرام. بداية أحب أن أنوه أن تطرقنا على إشكاليات ما يحدث للناقل الوطني والمطالبة بتحسين الأمور قدر الإمكان وفق المتاح. ليس الهدف منا النيل من الشركة أو تدميرها، يعني حسب ما يزعم بعض أخوتنا من موظفين الشركة، ولا يعني مطلقا أننا مدفوعين من جهة، وهذه الأسطوانة لم تعد تجدي ولم تنفع حيث تحل كارثة نراها وشيكة لا قدر الله. طبعا بالنسبة لرواية الشركة أخي الكريم، هي تفصلها شيء واحد: في حال أن الطائرة هذه تم جدولتها على الرحلات القادمة فستكون رواية الشركة صحيحة ولا غبار عليها، أما إذا تبين أن الطائرة لم تعد مجدولة في الرحلات القادمة فهذا يدحض بيان الشركة ويثبت فعليا أن الطائرة فعلا عانت من مشكلة فنية في المحركات وهذا كان سبب هبوطها الاضطراري. طيب إذا حبينا نتطرق على عجالة المشاكل اللي تخص الخطوط الجوية اليمنية، هي بتكون مشاكل فنية ومشاكل إدارية من وجهة نظري، وفي مشاكل خارجة عن إرادتها. المشاكل الفنية أخي الكريم تتعلق بأن طائرات الإيرباص A310 الموجودة حاليا في الشركة تقريبا انتهى عمرها الافتراضي. فمثلا الطائرة إيرباص A310 روميو
دخلت الخدمة في عام 1991، أي أن عمرها الآن تقريبا 28 عام. والطائرة تعاني حسب مهندسين في الشركة من أعطال دائمة في مضخات الهيدروليك بشكل دائم. ولو لاحظت يعني أخي الكريم أن طائرات الشركة من هذا الطراز دائمة الأعطال، وسبقها طائرة إيرباص 310 اللي كانت اللي هبطت اضطراريا في مطار عدن، وطبعا كان في لجنة تحقيق وكذا، وفي النهاية ما سمعنا أي نتائج. لكن لو لاحظت طائرات الإيرباص A320 لا تسمع حالها أي إشكالية أو أي هبوط اضطراري لها، يعني تسير بالشكل المطلوب. طيب أنت أي تقصد؟ يعني هو لن يقال أنه الخطوط اليمنية لديها فقط طائرتان، فواحدة منهم أنها باتت خارج الخدمة كما تقول بفعل عدد السنوات 28 عام حتى الآن مرت عليها منذ أن دخلت الخدمة؟ أخي الكريم، الخطوط الجوية اليمنية تملك خمس طائرات الآن، ثلاث طائرات من طراز A320، طائرة نوعا ما يعني حديثة. أما هناك طائرتان من طراز A310 إيرباص 310، هذه انتهى عمرها الافتراضي، يعني دخلت الخدمه في احداها 91 والاخرى في عام 94 على ما اتذكر تقريبا. طيب الان تعمل الخمس الطائرات هذه، تعمل هذه الخمس الطائرات، لان هناك احاديث وتقارير صحفيه تحدث فقط عن طائرتان تعمل في الخدمه في الخطوط اليمنيه الان. لا تعمل في الشركه خمس طائرات، اغلب الفترات كانت تعمل ثلاث طائرات الى طائرتان، هذا المعروف لدى الجميع. طيب احنا تكلمنا بالجانب الفني، انت لو تشوف يعني ما يتعلق بالطائره هذه ايرباص 310، للمصادفه نفس تاريخ الامس 30 يونيو في عام 2009 تحطمت طائره الخطوط اليمنيه، يعني نفس النوع هذا ونفس الطراز، على سواحل جزر القمر، وتم حظر الشركه من التحليق في الاجواء الاوروبيه. يعني هذا الطراز اصبح كارثه على الشركه وكارثه على المسافرين اليمنيين، ولازم يعني ايجاد حلول بما يتعلق في هذا الطراز، اما ايقافها او وجود اي حلول اخرى. هذه معلومه مهمه، ان الطائره A310 التي تعمل في الخطوط اليمنيه تقول انه في العام 2009 هناك حادث معروف على سواحل جزر قمر. الان هذه الطائره الثانيه ايضا هي ممنوعه من المنظمه الاوروبيه المعنيه بالطيران للطيران على اوروبا، ومع كل ذلك المسؤولين في الخطوط اليمنيه يدركون ذلك والهيئه العامه للطيران. نعم يدركون اكثر من غيرهم، وتم حظر الطائره هذا من الاجواء الاوروبيه، وهذا امر معروف. الطائره هذه صارت شبح يحلق في الاجواء. عموما نتطرق ايضا للاشكاليات الاداريه. المشكله الاداريه تتمثل بدايه في رئيس الشركه الكابتن مسعود العلواني، يدير الشركة على أساس أنها ورث للإدارة والعاملين. يعني يوجد في الأسطول مثل ما قلت لك خمس طائرات، وعدد موظفين الشركة 4000 موظف، يعني المعادلة بتكون 1000 موظف لكل طائرة، بينما يعني المعدل للشركات العالمية أو أي شركة طيران هو بالكثير 150 موظف لكل طائرة. يعني هذا الإبقاء على 4000 موظف. طيب سؤالي الأخير لك أستاذ أنور، أنت قلت يعني أشرت ربما إلى مشاكل تعاني منها الخطوط اليمنية، مشاكل فنية وإدارية، وقلت أيضا هناك مشاكل هي خارج إرادة الخطوط اليمنية، ما المقصود بهذه المشاكل لو تحددها لنا؟ مثل ما قلت لك، لو تسمح لي بس أكمل الـ 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 النقطة اللي تتعلق بالشق الإداري، أن 4000 موظف لخمس طائرات، طبعا بتكون الايرادات رايحه على مرتبات الموظفين. هذا الشيء راح يمنع الصيانه الدوريه، راح يمنع يعني شراء قطع الغيار بشكل مطلوب من الامور. طبعا الاشياء اللي خارجه عن اراده الخطوط اليمنيه، انت تعرف ان مركز الصيانه الرئيسي للشركه هو في مطار صنعاء الدولي وليس في مطار عدن. يعني هذا الشيء هو مشكل عائق للشركه، علشان نكون منصفين. ايضا طريقه التشغيل لديهم، هم يواجهون بعض المعاناه من ناحيه التصاريح او مبيت الطائرات في الخارج، هذا يكلف الشركه مبالغ باهظه وبالعمله الصعبه. لذلك احنا بكل امانه لازم نكون متفهمين لجوانب معينه، وعلى الشق الاخر لازم يعرف مدير الشركه والموظفين ان عليهم مسؤوليه بغض النظر عن الوضع والظرف الراهن.
يعني مثلا بغض النظر عن ما يحدث لا يفترض أن لا يتم السماح مثلا بالتلاعب والسمسرة والمحسوبية في مكاتب المبيعات وغيرها من هذه الأمور. يعني التبرير والدفاع عن الشركة ومحاولة التلميع هذا لن تجدي وشوفت عينك، يعني لا تطور ولا جديد ومكان احنا للأسوأ. شكرا جزيلا لك أستاذ أنور الحجاجي، عضو في منتدى خط الطيران، شكرا جزيلا لك. وأيضا من ماليزيا ينضم إلينا الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي. أهلا بك أستاذ عبد الواحد. أهلا مساء الخير أستاذ عبد الواحد. بداية، من يتحمل مسؤولية هذه الحوادث؟ وأيضا أنت كمتابع ومهتم، ما هي آخر المعلومات المتوفرة لديك حول ملابسات ما حدث؟ نبدأ بالملابسات حول الحادث. طبعا الإعلان الذي نشرته اليمينية أن الهبوط الاضطراري كان بسبب تعرض أحد المسافرات إلى وعكة صحية وإغماء أجبرتهم العودة إلى مطار القاهرة الدولي. ونشرت كذلك اليمينية ما يشبه تصريح لطيار للكابتن الطائرة أن العودة كانت بسبب تعرض اثنين من المسافرين لوعكة صحية أو مشاكل صحية أجبرتهم إلى العودة. فهنا نفسها التصريحات التي أصدرتها اليمينية تعارض نفسها بنفسها. فهذا كان الجانب الرسمي أو الإعلان الذي أو التبريرات التي أصدرتها اليمينية بهذا الخصوص. لكن من شهادة شهود عيان ومسافرين كانوا على متن الطائرة ذكروا أن المشكلات أن الطائرة تعرضت لمشاكل فنية وهي في الجو، مما أجبرها العودة إلى مطار القاهرة الدولي. وهذا يفسر أو يظهر بشكل واضح الهبوط الخشن الذي تعرضت له الطائرة والذي تسبب في انفجار الإطارات الخاصة بالهبوط. فموضوع المشاكل الفنية في اليمنية هو موضوع قديم، ومنذ سنوات ونحن نتكلم على الإهمال والفساد والمحسوبية المستشرية في هيكل الخطوط الجوية اليمينية، ولكن لا مجيب. تتعرض الخطوط الجوية اليمينية لتدمير ممنهج بدأ منذ سنوات، منذ أن استلم قيادتها الكابتن عبد الخالق القاضي الذي كان من أقرباء الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والذي من أول يوم استلم فيها اليمينية حشد مجموعة موظفين زي ما ذكر الأخ أنور الحجاجي وضمهم إلى طاقم الخطوط الجوية اليمينية تحتاج لهم في واقع الأمر، حتى وصل العدد إلى حوالي 5000 موظف تم تخفيضهم مؤخرا بتقاعدات وما شابه. فهذا الكم الكبير من الموظفين يسبب عبء على ميزانيه الخطوط الجويه اليمينيه، وذهب بكل ايراداتها في بند الرواتب والاجور. على الرغم زي ما ذكر الاخ انور الحجاجي ان اليمينيه او اي شركه طيران يكفيها ما بين 100 الى 150 موظف، ما بين طاقم طائر وطاقم ارضي وفنيين واداريين ومبيعات لتشغيلها وإدارتها. فاليمينية تتحمل جزء أو عبء مالي كبير ليس من المفروض أنها تتحمله. بالإضافة إلى ذلك، من أوجه الفساد التي تعرضت له اليمينية أن عبد الخالق القاضي قام ببيع طائرتين من الخطوط الجوية اليمينية بمبلغ زهيد لا يساوي حتى عشر قيمتها السوقية إلى صالح لصالح شركات هو أصلاً شريك بها، بالإضافة إلى ثلاث شركات كانت تابعة للخطوط الجوية اليمينية وكانت تشتغل لخدمة الحقول النفطية. وانتهت فترة عبد الخالق القاضي بكارثة المتمثلة بسقوط الطائرة إيرباص 310 في موروني. بعد ذلك في 2012
تم طيب على ذكر هذه الحادثة، الطائرة التي سقطت في جزر القمر عام 2009، أنور الحجاجي وهو عضو منتدى طيران كان ضيف معنا في بداية هذه الحلقة أشار إلى نقطة مهمة، أن الطائرة الأخرى التي حصلت فيها المشكلة ربما هي أيضا من طراز A310 وهي أيضا ممنوعة من الطيران فوق القارة الأوروبية، وهناك تحذيرات ومنع، ومسؤولي الهيئة العامة للطيران والخطوط اليمنية يدركون ذلك، ومع ذلك يتم تسيير الرحلات بهذه الطائرة. طبيعي أن هذا الطراز هو قديم جدا، ومن الطبيعي جدا أن يواجه مشاكل في الصيانة والتشغيل، لكن هذا الطراز موجود في كثير من شركات الطيران العالمية ويشتغل بشكل طبيعي، لكن المفروض أن اليمنية تقوم بجهود صيانة إضافية على هذا الطراز، وإنفاق المزيد من الأموال للتأكد من سلامة و موائمة هذا الطراز للتشغيل، ولكن ما يحدث أن النهب والفساد الحاصل في الخطوط الجوية اليمنية يمنع إعطاء هذا الطراز حقه من الصيانة اللازمة، ولذلك من الطبيعي جدا أن تظهر مثل هذه الحوادث التي تتكرر، يعني يمكن هذه لا تخلو رحلة من الرحلات اليمنية من عطل فني أو مشكلة ميكانيكية، مرة في الإطارات، مرة في الأجنحة، مرة في أجهزة التكييف، مرة في أجهزة التنفس، حتى الصيانة الداخلية للطائرة. لكن قد يقول البعض رغم كل ذلك الخطوط الجوية اليمنية اليوم هي متحملة ضغط غير عادي وهي في مهمة استثنائية، ربما هي الخطوط الوحيدة الآن المتاحة لليمنيين للسفر من وإلى اليمن، لأنه هناك الكثير من الشركات، ربما كل الشركات لا تعمل سوى الخطوط اليمنية وتحديدا الرحلات الخارجة والداخلة إلى اليمن. مبدئيا الخطوط التي تعمل من وإلى اليمن هي تقريبا أربع خطوط، اللي هي الخطوط الجوية اليمنية وطيران السعيدة وطيران بلقيس، وفي طيران أفريقي يشغل ما بين سيئون ونيروبي العاصمة الكينية. موضوع الضغط الشديد على اليمنية هو صحيح ونقطة مهمة، ولكن لا أحد يجبر اليمنية على مخالفة قواعد السلامة العالمية من أجل تحقيق إيرادات أكبر. بالإضافة إلى أنه في نقطة مهمة، أنه اليمنية صحيح هذه نقطة مهمة أستاذ عبد الواحد، كيف يتم مخالفة شروط وقواعد السلامة من أجل جني المزيد من الأموال؟ ماذا تقصد بهذه النقطة؟ بكل بساطة، الخطوط الجوية اليمنية وطيران السعيدة وطيران بلقيس، الشركات المشغلة من وإلى اليمن غير مسجلة وغير مرخصة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي، لأنه هذا الاتحاد يحتاج إلى تراخيص سنوية، تحتاج معايير معينة وتحتاج شروط سلامة معينة للحصول على هذه التراخيص، ولكن منذ 2015 وهذه الشركات تعمل بدون رقابة وبدون إشراف الاتحاد الجوي للنقل الجوي، مما يعرضها أصلا لمشاكل في السلامة وفي الصيانة وفي المعايير الخاصة بصناعة الطيران. طيب أستاذ عبد الواحد تبقى معنا، نشرك معنا بالنقاش أحد ركاب طائرة الخطوط الجوية اليمنية من العاصمة المصرية، ينضم إلينا القاهرة محمد وهيب. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك. طيب أنت الآن معنا وأنت كنت أحد المسافرين على هذه الرحلة، لو تشرح لنا ما الذي حدث، لأن هناك الكثير من الجدل والروايات حول الحادثة. والله يا أخي اللي أنا شفناه في اليمنية أخص ما شفته بحياتي. نحن طلعنا الطائرة قبل 3 أيام، طلعنا الطائرة وكان ما في شيء حاجة، ولا الطائرة كان كابتن الطائرة كان يقول البنزين كانت كبيرة معناته عطل ومش قادر يطلع، فكلموا المندوب قال له اطلع، قال له اطلع خلاص نحن بنتحمل اي مسؤوليه. اهم شيء طلعنا بالطائره 4 العصر، 2 الظهر طلعنا، ساعه كده بالجو شوف الطائره هبطت، طفت الكهرباء كامل اللي بالطائره، هبطت بعدين شغل المحرك الالي وارتفعت، بعدين جالس كان بنزلنا احنا بالمطار نرقع الكويت حقت السياره تاير همشي نزلنا، ودحين لنا 3 أيام دار اليوم رابع يوم. طيب قبل أن نتحدث بتفاصيل إقامتكم الآن، أنت تقول أنه كان هناك حديث ربما بين الكابتن
ومساعديه حول خلل فني، لأن هناك رواية أخرى تتحدث عن وجود مرضى كانوا على متن هذه الرحلة وتمت العودة لإنزال هؤلاء الركاب الذين يعانون وحالتهم الصحية سيئة. وأنت كيف عرفت أيضا بالتفاصيل ما دار ما بين الكابتن ومساعدي؟ لأنه يا أستاذ الموظفة هي اللي كلمت، نحن الموظفة اللي كانت معانا هي اللي كلمت نحن، قائد الطيارة عطلانة في بيئة خلل فني، فنعم من السفارة نعم ألزموا أنه يطلع، هذا اللي سمعناه من الموظفين. وقت الموظفة هي تبشر عنا بالخبر وقالت يمكن الطيارة يمكن تخط هذا، بس أول حاجة بفضل الله ثم بفضل الكابتن الذي ساعدنا احنا. طيب عادت الطائرة إلى القاهرة، ما الذي حصل؟ هل هناك أي خدمات قدمت لكم من خطوط اليمنية؟ هل هناك ربما رحلات قادمة لكم؟ البعض يقول أن هناك سافر بطائرة أخرى تم إعادتها من جدة إلى القاهرة، ما الذي حصل؟ مبارح الساعة 11:30 بالضبط، 11:30 بالليل طلعنا، تحركنا ساعتين تقريبا، وصلنا للسعودية بالحدود قال لما جي أقل المندوب كلمنا هنا هو بالطيارة، قال ممنوع التحالف منع تقول مش عارف، رجعونا هنا عز اليوم، قالوا نحن الساعة 6 الصباح، انتظرنا الساعة 6 الصباح، قالوا الساعة 3 العصر وانتظرنا، دحين قالوا نحن الساعة 2 الفجر، ولما الآن منتظرين لا حاجة جاي يشوفنا احنا. طيب المندوب عندما قال لكم منعت، طيب المندوب قال لكم منعت الطائرة من الوصول إلى عدن بناء على طلب التحالف، ما هي الأسباب ولماذا؟ أيوة التحالف، لماذا منعت؟ والله هذه أخبار معناته حكاية سياسية، مش عارفين إيش اللي سبب المنع، مش عارفين صراحة، بس أجلنا احنا خبر إنه منع الطائرة من التحليق، رجعنا الساعة 2 الفجر، وجلسنا لما الان منتظرين في طائره طلعوا فيها يمنيين، بس مش عارفه حق تبع يمكن سيئون، اما الطائره حقنا لسه ما طلعناش ولا اي حاجه، ونحن منتظرين لما الان دحين خرجوا نحن برا من المطار عشان نروح، دحين قاعدين نحن ندور نحن نركب اي مكان عشان نجي لهم الساعه 2 الفجر. طيب هل رتبت أوضاعكم عندما وعدتم في المرة الأولى أو في المرة الثانية إلى مطار القاهرة؟ هل وفرت لكم أماكن للإقامة؟ هل هناك أي اهتمام ومتابعة من الخطوط اليمنية؟ من يتابع معكم من الجهات اليمنية اليوم؟ والله في معنا إنسان الشباب كبار هم اللي يتابعون لنا، أما المندوب حق اليمنية ولا تابع لنا هنا حاجة، يجي يوعد إن احنا وأنا صوت صورة سجلته يوعد، قال والله ولما الان ولا اي حاجه حصلت، ناس شيوخ جيبوا واحد صاحبي ابو جيبوا فشل بالكبد ويقولوا شوفوا مورمين وقالوا تكون جنب المطار، ما حدا قال لا عبرنا احنا ولا اي حاجه. طيب عادة يا محمد في رحلات الترانزيت التي تطول ساعاتها ربما عن ساعات معينة عن 4 أو 5 أو 6 ساعات يتم الترتيب للمسافرين في الفنادق القريبة من المطار، هل تمت معالجة وضعكم؟ يعني هل تم التواصل معكم من قبل المسؤولين في الخطوط اليمنية؟ يا أستاذ الطائرة دحين لما نطلع نحن اليمنيين نحن نطلع مهمشين، بقول لك ليش؟ أمس امبارح مسجلين 170 كرسي نطلع، لما طلعنا لما جينا اليوم عشان نطلع قالوا طلعنا من ترانزيت نصهم، فهم لك واللي المقاعد الرسمية ما طلعوهمش، معناته اللي يجي الأولي يطلعوا منه، معناته أي حد فهم لك من اليمنيين زي كأنه طائرة مهمشة، همشي عادي الكراسي يعني حتى لا يظلموا، يعني تم تسفير البعض، يعني هناك اهتمام ومتابعة من قبلهم، يعني ليس كل ركاب الطائرة معرقلين الآن، تم تسفير البعض كما تقول. أيوة في دحين نحن أكثر الناس نحن الآن لما الآن دحين جالس أنا أكلمك من باب المطار الصالة الأولى، أنا جالس أنا أكلمك وأنا الشباب مليان منهم قاعدين لنا 4 أيام، لا الله ولا رسوله يرضيه. أتمنى أن تصل أصواتكم من خلال هذا البرنامج ومن خلال بلقيس ومن خلال كل وسائل الإعلام وسائل التواصل وكل الأصوات التي رفعت فيما يخص هذه المأساة، نتمنى أن تصل. شكرا جزيلا لك محمد وهيب، ونتمنى لكم السلامة وكل المسافرين معك. أعود للأستاذ عبد الواحد العوبلي، إذن هناك حديث ربما عن إعادة الطائرة الثانية التي سيرت أمس من القاهرة بعد أن وصلت
أو كانت في سماء جدة في المملكة العربية السعودية بحجة منعها من التحالف، هل لديك أي تفاصيل أو معلومات حول أسباب المنع وعودة هذه الطائرة؟ أوكي، موضوع التصاريح هذا موضوع معروف وقديم وواضح أن لا طائرة تطير في الأجواء اليمنية بدون تصريح من التحالف العربي، وأنا أتصور هذا الموضوع تتحمله الخطوط الجوية اليمنية نفسها، أنه كيف الطائرة تقلع من المطار وليس معها تصريح بالهبوط في مطار عدن أو تصريح بدخول الأجواء اليمنية. فهذه ببساطة مشكلة تواصل ومشكلة إدارية بحتة تحملها خطوط الجوية اليمنية وتحملها وزارة النقل اليمنية والهيئة العامة للإرصاد اليمنية، في لأنه الطبيعي لا تطلع أي طائرة إلا ومعها تصريح، سواء في هذا في أوقات الحرب أو حتى في أوقات السلم. فهذا الموضوع تتحمل خطوط الجوية اليمنية والجهات المسؤولة في الحكومة اليمنية، طالما هناك قيود وهناك عرقلات وهناك منع من التحالف العربي. طيب سؤال اخر استاذ عبد الواحد، الان هذه الاختلالات هل ما زال هناك مجال لمعالجتها وكيف يمكن معالجة هذه الاختلالات وبالاهم الحماية ارواح المسافرين؟ ماذا تقصد بالمعالجة؟ هل نعالج الخطوط الجوية اليمنية أم نعالج مصلحة المسافر اليمني؟ لأنه إحنا إذا حنتكلم على مصلحة المسافر اليمني وسلامته وخدمته وتخفيض الأسعار، لأن الخطوط الجوية اليمنية الآن تفرض مبالغ باهظة على تذاكرها القادمة من وإلى اليمن، يعني مثلا الرحلة من القاهرة إلى عدن تكلف حوالي $1,000 أو أقل بقليل، يعني هذا المبلغ بإمكانك أن تقطع به الأرض من شرقها إلى غربها. يعني فلمصلحة المواطن اليمني أتصور على الحكومة اليمنية تتحرك بشكل عاجل للحصول على تصاريح لتشغيل لإدخال شركات أخرى للتشغيل في الأجواء. طيب من يعرقل هذه الخطوة، خطوة إدخال شركات أخرى؟ ما الموانع اليوم التي تمنع أن تكون هناك شركات أخرى أيضا تعمل إلى جانب اليمنية؟ لا 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 لا, لا معلومات، لا معلومات لدينا. هذا الكلام بإمكانكم في الجهول المسؤولين في الحكومة اليمنية، ولكن نحن نتصور الحل الأسرع، لأنه بقاء الوضع كما هو عليه ينذر بكارثة وشيكة، والظاهر احنا ننتظر حدوث الكارثة حتى نتحرك. هذه المواضيع كلها بإمكان تحلها بشكل دبلوماسي وإدخال شركات أخرى بالاتفاق مع التحالف العربي، غير أنه اليمينية نفسها بالإمكان موضوع حل مشكلة في اليمينية هو أكثر تعقيدا. لكن أنا حذكر مثال بسيط، أنه مثلا اليمن وصلها حتى اليوم أكثر من 24 مليار و 200 مليون دولار كمساعدة، غير بالإمكان كان مبلغ 100 إلى 150 مليون دولار أن يحل مشكلة اليمنية لسنوات قادمة بشراء طائرة أو طائرتين من طراز الإيرباص 320 جديدة ووفقا للمواصفات العالمية، ولكن المليارات تتدفق هنا وهناك خارج مصارفها المفروضة. شكرا جزيلا لك عبد الواحد العوبل الباحث في الشأن الاقتصادي، كنت معنا من كوالالمبور في ماليزيا، وضعنا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج، في أمان الله.